ألا والله وتالله وبالله لا عذر لأحد في رمضان، إن لم يظفر فيه بباب القيام فليظفر بباب الصدقة، فإن لم يستطع فبباب التلاوة، فإن لم يستطع فبباب الذكر، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عما يخدش هذا الشهر ويثلمه. ثم إنه والله ما أضيع من ضيعه، ووالله ما أخسر من خسره، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. لا تفرطوا في كنوز هذا الشهر المبارك، ولا تلهينكم الدنيا عما عند الله.